يا هلا والله، بدأ موسمنا، لكن هالمرة الموسم بيكون غير. تخيل أكثر أنك الآن بتسمع وتشوف موسم الرياض من أي مكان. بنغطي لكم 14 زون وأكثر من 7500 يوم فعالية. بيكون عندنا لقاءات حصرية وما خلف الكواليس، وأيضا بيكون عندنا مئات التذاكر المجانية لكم مستمعينا. معي أنا فهد البراك، وهذا بودكاست موسم الرياض. جاهزين؟ يلا على المسيرة. تعدينا خيالك، قلنا لك تخيل أكثر. اللي تسمعه وتشوفه الحين هذا فقط جزء بسيط من مراحل الافتتاح وبداية موسم الرياض الجديد. تخيل أكثر. أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. طيب، قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم خلونا نرجع شوي ورا. تتذكرون عام 2019 لما طلع معالي المستشار تركي آل الشيخ في مسيرة افتتاح الموسم وقال مين كان يتخيل أننا نشوف كل هالشيء في الرياض في بلدنا الحبيبة؟ هذا اللي قاله معالي المستشار، وكان بعنوان تخيل. وفعلا وقتها شفنا كل شيء مبهر وفريد بفكرته. حتى تفاعل الناس بهذاك الموسم اللي تنوعت فعالياته بين العروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي، بالإضافة لعروض السيارات والمزادات والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن وغيرها كثير، صار بمكان واحد اسمه موسم الرياض. حفل افتتاح عالمي ومسيرة عريضة كان عنوانها الأكبر سعادة الناس بعودة حياتهم لوضعها الطبيعي. الكل احتفل وشاهد عرض وصفة معالي المستشار قبل أيام من انطلاقه، وقال مسيرة افتتاح موسم الرياض ضخمة وتتعدى الخيال. وفعلا هذا اللي صار في ليلة الافتتاح. الناس اللي حاضرين كلهم، كبار وصغار، سعوديين ومقيمين، زوار وسياح، الكل مشاعر طلعت في المسيرة، وحسينا المكان صار فيه طاقة حب وسلام وجمال بين بعضهم، متأكدين أن هذه الرسالة اللي وصلت لكل أحد تابع الحدث. طبعا المسيرة الأكيد أنها من أكبر المسيرات الاستعراضية اللي صارت، وزي ما شفنا واضح أن اختيار الفقرات والفعاليات المصاحبة تم بعناية عالية وبنكهة عالمية. أولهم حضور واختيار الفنان الأمريكي بيتبول المعروف عنه حماسة، وحضوره الخاص في المناسبات الكبيرة. كل شيء تبيه وتدور عليه حولك وحواليك، هذا اللي وصلنا بعد ما شفنا كل شيء صار في المسيرة. وضح لنا أن الموسم بيكون للكبير والصغير، حلات جديدة وأجواء خيالية تنتظرنا تعكس مستوى وحضور الترفيه عندنا. عنوانها واضح وصريح، بهرنا العالم وصرنا محطة انظار. خلونا نتكلم بلغة الأرقام. المسيرة ضمت أكثر من 1500 عارض بأزياء تنكرية وحوالي 2700 درون. لو تكلمنا عن عدد الناس الحاضرين للحفل فالرقم وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص. هذا غير ملايين الناس اللي تابعت الحفل على التلفزيون وفي السوشيال ميديا. هذه الأرقام تدل على نجاح المسيرة وتحقيق إنجاز في وقت قياسي. طيب، ممكن يجي شخص ويقول ليش المسيرة؟ ليش ما بدأ الموسم بحفلة بيتبول على طول؟ أول شيء خلونا نعرف المسيرة. المسيرة هي موكب لعدد كبير من الأشخاص وطريقة للاحتفال الجماعي، سواء كانت وطنية أو لإظهار شعور الرضا والولاء لجهود معينة. ويعود تاريخ المسيرات إلى أواخر القرن 18، وعادة تكون في شوارع تتسع لأعداد كبيرة أو في أماكن تكون مجهزة للمناسبة تعكس شكل وألوان الاحتفال. في كثير من الأحيان تكون مصحوبة بعروض منوعة مثل العروض التنكرية والرقصات المتنوعة والخطابات المباشرة والعربات الضخمة اللي تحمل دبابات وسفن وسيارات، واللي عادة ترمز لرسائل معينة. وأكيد يبقى الأكثر أهمية هو حشود المتواجدين، سواء كانوا مشاركين أو متابعين زي الجمهور اللي حضر افتتاح الموسم. ولو اتطرقنا لأكبر مسيرة في العالم فهي مسيرة القديس باتريك اللي كانت في ثلاث دول مختلفة، من إيرلندا إلى الولايات المتحدة ووصولاً للبرازيل سنة 1843. حضرها أكثر من 2 مليون مشارك ومتفرج. أما عن أطول موكب مسيرة في العالم فكانت في مهرجان الرماية واللي يقام في هانوفر في ألمانيا كل سنة. طبعاً أكثر ما يميز هذا الكرنفال أن العرض يمتد على 12 كيلومتر ويشارك فيه 12,000 شخص من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 100 فرقة موسيقية وحوالي 70 عربة متنوعة. وبكذا نكون عرفنا وش معنى مسيرة، وعطيناكم لمحة عن قصة مسيرتنا وقصص بعض المسيرات المميزة تاريخيا. وبعد من فعاليات أسبوع الافتتاح لموسم الرياض كان عرض WWE Crown Jewel، وهو ثالث عرض لكراون جول في الرياض.
تخيل انهم من بعد الجائحة ما سووا ولا عرض، بس العرض اللي راح شفناه واقع قدام عيوننا، ايه هنا في الرياض وبعد سنتين توقف، والعالم كله تابعه عبر الشاشات. كل شيء كنا نحس فيه، الموسيقى مع دخول النجوم، الأصوات المختلفة، المصورين، المذيعين والمقدمين، تشجيع الجمهور كان شيء فوق الوصف. كل شيء كان كامل حرفيا، حماس وأكشن مو طبيعي، كله على أرض الواقع وشفناه بكل تفاصيله. متخيل اللي كان يفصلنا عن نجوم WWE كان بس خطوات بسيطة تحس يمديك تصافحهم ويمديك تصورهم من قريب. تذكرون أصلا يوم كنا نقول أوف لو يصير عندنا؟ هذه هي صارت، وحتى أحلى من اللي توقعنا، أحلى من التلفزيون 100 مرة. قبل النزال كان في حملة هدفها توعية الأطفال عن التنمر وعن الاهتمام بصحتهم ولياقتهم. خذينا لكم كم لقاء مع بعض نجوم WWE. I am so excited to perform tonight in Saudi Arabia. This is my first time ever. I cannot wait to feel the energy of that crowd and to meet a lot of my fans tonight. I know tonight is going to be so incredible. It's going to be so amazing. I hope everybody comes out and enjoys the show. بعد عرض WWE بيوم واحد بس، كانوا الجيمرز على موعد مع أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية رش. كنت الويكند اللي راح في فعالية رش. متخيل المساعد الدوسري، أقوى لاعب وبطل فيفا على مستوى العالم، كان يلعب معنا. نجم اليوتيوب بندريتا واللي متعود تشوفه على الشاشة يلعب جنبك. الجو العام كان رهيب، كأنك حرفيا داخل اللعبة من كثر التفاصيل. حضور بأزياء شخصيات، عالم تشجع، زوار يصورون، ناس شغوفين في الألعاب، ما ودك اللحظة تخلص. الكل متحمس والكل يشجع، التنظيم رهيب، الإضاءات والأصوات وحتى الثيم، كلها كانت مدروسة على كل لعبة، شيء بعيد عن الواقع ومثل الحلم تماما. قابلنا الرهيب تي أم فيصل، وهو أحد أشهر الجيمرز على يوتيوب، تخطى عدد المشتركين عنده 4 مليون مشترك. فيصل جاء من جدة عشان ما يفوت رش. حياكم الله مشاهدين بودكاست موسم الرياض. اليوم يشرفني استضيف تي ام فيصل في معرض رش. فيصل حياك. الله يحييك حبيبي. كيف شفت اول شيء الجيم اللي شفناه قبل شوي بين مساعد وبندريتا؟ كيف شفته؟ مره كان جيم رهيب وتفاعل مره قوي من الجماهير، يعني اول مره اشوف مباراه بين اثنين وحضور مره قوي بين جماهير السعوديين ومن موسم الرياض جايين يعني يتابعونا. مره كان تفاعل الجمهور كان جدا كبير، يا مع كل جول، مع كل لحظه، كل المكان، يعني كل ما قربوا من الجول تسمع كانك في مباراه حقيقيه. وحتى الاضاءات شفنا، وكان يعني فعلا الاعداد ممتاز. صحيح، ايوه، يعني المكان، الجو العام، الاضاءات، الستيج نفسه كان مره حلو. وهذا ينقلنا للسؤال الثاني، كيف شفت رش الان؟ يمكن فيصل حضرت فعاليات كثير داخل المملكه خارجها، رش في ثاني يوم له، كيف شايفه الان؟ بصراحة ثاني يوم أنا ما حضرت اليوم الأول، ما أدري إيش اللي صار، إيش اللي تعدل، لكن من اللي شفته إنه المعرض كويس، يعني مقارنة بالمعارض اللي حضرتها يعتبر من التوب، فمرة شيء كان حلو. حلو. في قسم معين أو أحد شركة مشاركة معينة جذب انتباهك في المعرض؟ أكشي اللي جذب انتباهي إنه كانوا في متاجر موجودة هناك منوعة لكل واحد يهتم سواء بالجيمينج أو الأنمي. اللي يهتم بالجيمينج عنده بوثات كانت موجودة لأي كل لعبة معينة موجود لها بوث. الفود كورت برضو من الأشياء اللي شفتها كبيرة ومساحة ومنوعة، فمرة كانت جميل. طولنا عليك بالسؤال الأخير، كيف شايف موسم الرياض؟ إيش اللي متحمس له؟ الفروق من سنة التجربة اللي راحت لموسم الرياض والسنة هذه؟ موسم الرياض 2019 كان شيء مرة رهيب، يمكن أحلى حاجة حضرتها في السعودية، فمرة متحمس على الموسم الجاي هذا اللي بديناه بالأصح. وأكثر حاجة متحمس لها الوينتر وندرلاند، كانت أحلى حاجة حضرتها، فمتحمس للجديدة برضو الحفلات حتى. يعطيك العافية فيصل، نورتنا، وتطلع معنا إن شاء الله بحلقات جاية. إن شاء الله حبيبي. أيام رش الخمسة كانت مليانة حماس، تخطى عدد الحضور فيها 50,000 شخص. سألت الزوار اللي تواجدوا في المعرض عن انطباعاتهم وعن موسم الرياض اللي بادي بقوة. سلطان حياك الله. الله يحييك يبقيك. كيف شايف رش للآن؟ والله الإفنت هذا ثاني يوم له، الإفنت مرة جميل وما شاء الله سولد أوت اليوم الأول، اليوم الثاني توقع اليوم الثالث بعد بيصير سولد أوت. الزحام بس في تنظيم وترتيب وما شاء الله الإفنت جدا ممتع. حضرت فعاليات جيمينج قبل في الرياض؟ من 10 سنوات أنا أحضر فعاليات. شيء زي رش كل مرة يكون أكبر، هالمرة جدا جميل. السنة قبل سنتين كان إنسوميا،
هذا دبل انسوميا والحضور اكثر والتنظيم مره قوي صراحه. طيب ممتاز. سلطان تكلمنا قبل شوي عن موضوع الفرق وفهمت انك فريق، ودي توضح للمستمعين ومشاهدينا اكثر عن فكره الفرق، عددكم، كيف تتواصلون مع بعض، وش اللي قاعد تسوونه في المعرض؟ طيب احنا بالفنت هذا مشاركين باور سبورت بتعاون مع هانجر ستيشن بفنت رش، في افريقيا ثانيه موجوده في الاي سبورت، كل فريق له بوث مقدم من رش دعم للافريقا بحيث انه يحضرون الافريقا يقعدون مع جمهورهم الى اخره، وفي سعودي ليج. ممتاز. اخر شيء سلطان، موسم الرياض تونا في البدايه، قديش الحماس عندك، وش اللي تنتظره في الموسم؟ تونا مدين موسم الرياض، هذا ثاني ايفنت بعد المصارعه، صراحه متحمس للاشياء الجايه، ان شاء الله تكون اشياء جدا حلوه ان شاء الله. يعطيك العافيه سلطان، شكرا لك. معي الان احد ضيوف معرض رش، احمد قحطاني، حياك الله احمد. حياك الله استاذ فهد. كيف شفت معرض رش الان؟ ما شاء الله الامور حاليا طيبه، مع ان ثاني يوم والفعاليات وكل شيء كويس ما شاء الله، تفاعل الجمهور. حضرت امس كمان؟ ايضا جيت امس وما اخذت تذكره 5 ايام. وش اللي خلاك تاخذ تذكره 5 ايام؟ صراحه محب للجيمر. ايه انسان. شفت احد من الجيمرز مشهورين صورت معهم؟ ايه كلان 25، اولهم ابو سلو، ثانيهم رايد، وخلودي 25، وكلان باور ما ننساهم ما شاء الله. طب الانتظار ما كان طويل عليك؟ يعني صراحه بنتظر اذا شيء احبه، يعني انا اكيد بنتظر ما في مشكله. حلو. طيب موسم الرياض وش اللي منتظره السنه هذه؟ صراحه هو اللي هذا اليوم اللي انا متحمس له، يوم اللاعبين اللي هو رش. طيب ممتاز، شرفتنا احمد، وان شاء الله تنبسط باقي فعاليات الموسم. حياك الله. الله يسلمك. من الحماس اللي شفته بالمعرض كان ودي اعطي المايك لكل احد صغار وكبار. معي الان احد زوار المعرض، ماجد، حياك الله. يا هلا وسهلا اخوي. كيف شفت معرض رش الان؟ معرض جدا جميل، وفي جميع المرافق للجيمينج والانمي، وانا صراحه من عشاق الجيمينج وجاي عشان الالعاب اللي هنا، وجدا استمتعت بهذا المكان الجميل. اخذت تذكره لليوم بس ولا جاي الايام كلها؟ صراحه اخذت تذكره لليوم، ولكن تحمست اني اخذها لبكره واللي بعده ان شاء الله، واتمنى تطول الايام بعد زياده ان شاء الله. حلو. قلت لي كول اوف ديوتي از يور فيفرت جيم، طيب وش جربتها الموجوده هنا؟ اي جربتها، ما جربتها الصراحه، كان في زحمه، لكن باذن الله اني بحاول بكره ان شاء الله اجي والعبها باذن الله. حلو. وش رايك موسم الرياض الان؟ موسم الرياض جدا جميل، وتو ما بدا طبعا، تو بادين بالفعاليات الاولى، حضرت WWE وكان جدا جميل المكان، باذن الله متحمس الوينترلاند اكثر واكثر ان شاء الله، وتخيل اكثر ان شاء الله. يا سلام، يعطيك العافيه ماجد، شكرا نورتنا. معرض رش ما كان محصور على الجيمرز وعشاق الكوزبلاي، حتى العائلات كان عندهم فرصه يتشاركون مع اطفالهم التجارب والالعاب اللي يحبونها. استضفت احد العوائل اللي تواجدوا في رش. معي الآن أحد العوائل اللي حاضرة معرض رش في موسم الرياض، محمد العمودي وأبنائه، عائشة وأبو بكر، حياكم الله. الله يحييك والله. كيف شايف معرض رش الآن؟ والله مرة للآخر منبهر أنا بصراحة، قمة سعادة. وش اللي خلاك تجيب عيالك؟ إيه هو علشانهم أنا جاي والله، شكرا صراحة، يعني كنت أتمنى الشيء ذا، لما أروح دبي أسافر أي مكان أتمنى أنه يكون عندي، اليوم عندي لازم احضر، لازم اكون موجود. طيب موسم الرياض الان كيف شايفه وايش اللي متحمس له؟ لا شيء فوق الخيال بصراحه، فوق، تخيل تخيل اكثر، قولوا كذا تخيل. طيب عايشه كيف شايفه الموسم، كيف شايفه المعرض؟ مره حلو، اقول لك يعني احلى شيء. ايش اكثر شيء انبسطتي فيه؟ كل شيء. حلو. ابو بكر، احلى ذكريات سويناها اليوم والله، واحلى احلى الاماكن اللي رحناها، ما يمديني اقول، ما يمديني اعب، ما ادري من وين ابدا من انت، من جد ما ادري من وين ابدا من وين انتهي. الله يعطيكم العافيه، موسم الرياض موجود عشانكم، فسعيدين نشوف عوائل مثلكم مبسوطه بالموسم. بالعكس والله احنا مبسوطين، شكرا المستشار، ولي العهد، الرؤيه كلها، كل شيء عليها، شكرا. يعطيك العافيه. الحماس اللي تشارك أخويك من وراء الشاشات صار الحين واقع. فعالية كومبات فيلد واحدة من أكثر فعاليات الموسم حماس، تخيل تجربة قتال على أرض الواقع في 5 عصور مختلفة، فيها 33 لعبة تبدأ من عصر القتال بالرماح والسهام إلى عصور حديثة تستخدم فيها الدرونز. تنتظركم تجربة قتال واقعية.
احجز تذكرة. تخيل مدينتك من أهم عواصم العالم ومحط أنظار الجميع. المدن الكبيرة دائم تحتفل بشوارعها، ومع قصة كل شارع فيها ودرب يجي لحن عدل. هذه الرياض اللي تعرف شلون تربط حاضرك وماضيك، ومثل ما تغنى مطربين أول بشوارع الخزان والثميري، اليوم الرياض في موسم 2021 تهدينا جادة جديدة، طلة فريدة، بوليفارد رياض سيتي. الفرنسيين يسمون المنتزهات اللي تتمتع بتشجير حلو بوليفارد، وعلى عكسهم في الثقافة الأمريكية الطرق التجارية اللي تقطعها السيارات الفارهة وحركة شوارعها ما تهدأ هي البوليفارد. لكن عندنا أيقونة من عصر ثاني فيها من كل شيء، سقف نمو هالمنطقة ما له حدود أبد وصعب أنك تواكبه. تصميم المكان مستوحى من أرقى الفنون المعمارية بالعالم، من المسارح للميادين للنافورة الراقصة. كل مسار في البوليفارد بياخذك العالم مختلف ما بين الترفيه والفن والثقافة، وفضولك انك تستكشفه وتجربه لوحدك او مع عائلتك واحبابك. حتى متعة تذوق الاطباق لاول مرة على يد شيفس نجوم بمجالهم، وايضا فرصة التسوق من المتاجر المتنوعة. وبدون مبالغة، اذا زرت بوليفارد رياض سيتي مرة تأكد انها ما راح تكون الاخيرة. وبعد سنتين غياب كلنا مشتاقين ومتحمسين لموسم الرياض هالسنة، وعلى ان اذواقنا الفنية مختلفة ومتنوعة إلا أن حبنا للفنان محمد عبده يخلينا دائم نتفق. اليوم تسمت واحدة من أهم أيقونات بوليفارد رياض سيتي باسمه محمد عبده أرينا، فرحنا له. تدرون أنه من أكبر مسارح الشرق الأوسط، وأنه يستوعب حضور 22,000 شخص. مواهب كثيرة من الشباب راح تطلع هنا، وبكل مرة راح ننبهر بالعروض اللي تصير عليه، من التجهيزات للإضاءة لتقنيات الصوت وإطلالات الأزياء وإدارة المسرح نفسه. فيه كثير من روح فنان العرب محمد عبده، من فنه ومن صموده وإصراره كفنان مخضرم، عاصر أجيال مختلفة من الفن السعودي وساهم بأن الأغنية تتطور وتواكب العصر. مسرح فنان العرب محمد عبده مصمم بطريقة فنية تخليه يقدر يحتفي بفعاليات متنوعة، من الحفلات الغنائية وحتى مصارعة WWE. اللي حضر كراون جول شاف المسرح وروعته. باختصار هذا مكان تحبه من أول نظرة. وهنا المربع بداية القصة. في سنة 1938 اكتمل بناء قصر المربع، وهو قصر الحكم السعودي ذاك الوقت، ومنه شهدت المملكة قرارات وأحداث صنعت منه اللي حنا عليه اليوم. ومو بغريب أن المربع كان وما زال منطقة عالمية جمع الكثير من الشخصيات العربية والأجنبية، واللي استضافهم الملك عبد العزيز في قصر الحكم. اليوم المربع ما زال المكان العالمي اللي يجمع فيه كل التجارب الفريدة والمميزة لزواره. خلونا نروح المربع ونسمع قصة عالمية جديدة. من جامعة مين في الولايات المتحدة تخرج ماثيو كيني من كلية العلوم السياسية، وتحول بعدها للدراسة بمعهد الطهي الفرنسي وتعلم هناك كلاسيكيات الطبخ. تخرج من المعهد في سنة 1990 وبدأ مسيرته المهنية في مطابخ نيويورك. لا يجي على بالك أن ماثيو مثل أي شيف عادي يطبخ في مطعم. ماثيو شيف يطبخ أكل مو بس لذيذ، إلا يراهن على أن أكلاته تحسن من مزاجك. ماثيو يقول أن الشيف هو طبيب المستقبل. يمتلك ماثيو أكثر من 15 مطعم في 5 قارات. تتميز مطاعمه بأنها تقدم أطباق نباتية 100%، لأنه يؤمن أن المطبخ النباتي هو مستقبل الطهي. مطعم فوليا هو أحد المطاعم اللي أطلقتها فنادق فور سيزنز بإدارة الشيف ماثيو كيني. أنا شخصياً ماني نباتي، لكني متحمس أسأل الشيف ماثيو كيف ممكن أصير نباتي. سألت ماثيو في البداية وش سبب حبه للطبخ. Well, I moved to New York City right after college, planning to go to law school. And I fell in love with the restaurant scene in New York. It was just so dynamic and diverse. And I thought, you know, maybe I'll open a restaurant. So I went to French cooking school. And it was it just came so natural to me. You know, I just felt comfortable and home in the kitchen. And I kept going. And then it, you know, turned into owning a restaurant in my 20s. سألت ماثيو وش اللي خلاه يتخصص بالأكل النباتي. Really listening to my body and what felt best. And I experimented with a plant-based diet, vegan diet, and I felt so much better. But also as a chef, the creative opportunities, because it wasn't really
seen as a cuisine. It was seen as a way of eating, but it wasn't given any seriousness as a cuisine. So it was dual purpose. It was really like, you know, purposeful for health and wellness, but it was also a creative outlet that I was really excited about. بعدها سألت الشيف عن شعوره بتواجده بيننا في موسم الرياض. It's my first time. You know, I have a lot of friends and students from Saudi Arabia, and I love just seeing the vibrancy and the development here. And I love that it's a late city and so much happening. So I'm really excited. I hope to come back in January. We really want to present like a lot of the work we've been doing the last, you know, 5 or 10 years, which we've, you know, worked passionately to try to bring it to different parts of the world that may not have access. I mean, you have great vegetarian dishes here, like meza is first thing I order when I get here. So there are many options. However, expanding beyond that and showing how other types of cuisine can be plant-based and still be, you know, just as enjoyable and satisfying, that's, you know, kind of our goal here, to take it to a different type of dining environment that is not typically associated with plant-based cuisine. خيالنا ما خلص. وفي الحلقة الجاية راح نشوف ثلوج حقيقية في مرتفعات أفالانش ورحلة مع حيوانات السفاري وألعاب جديدة في أرض الخيال وينتر وندرلاند. الموسم في بدايته مثل ما قال رابح. لا تقولون انبهرتوا توكم ما شفتوا شيء. حمل تطبيق موسم الرياض واحجز فعاليتك اللي متحمس لها. رابط التحميل موجود في صندوق الوصف. خلنا نقابلك في بودكاست موسم الرياض. كنت معكم فهد البرا. Ya, udah lama sih kalau ke sana. Di sini enaknya tuh tol. Wallahi. Iya. ما يعني انا بطلت اعد بعد ما تجاوزنا ال100 بطلت اعد الصراحه. هذه فاطمه الصانع. واللي فاطمه الصانع بطلت تعده هو عدد الفيديوهات اللي انتجها موسم الرياض. فاطمه كانت تعد الفيديوهات لان هي وفريقها هم المسؤولين عن الانتاج في الموسم. طلعوا ده كلوار ريبتوا لك مقطع مر عليك من الموسم سواء كان اعلان الفعاليه معينه او تغطيه لحدث معين غالبا فاطمه هي اللي اعطت الموافقه الاخيره اللي سبقت نفسها. يعني احنا مثلا كل يوم لازم المينيمم يطلع 6 إلى 10 فيديوهات. طيب كل يوم ما شاء الله الفعاليات مره كثيره. احيانا تلاقي في حفلتين ثلاثه شغاله في نفس الوقت مع مثلا اكسبو هنا وحق الانمي هنا ومش عارف مين هنا. فاحسب انك انت بتسوي لكل ايفنت فيديو كفرج خاص فيه بس انه يعرف الناس ايش هذا الايفنت وايش كانت اهم الفعاليات اليوم او ايش طبيعته وايش نمطه وايش جدوله. فتخيل انه يكون في اكثر من ايفنت في نفس الوقت او احيانا تجهيز لايفنت ثاني فتكون بتاخذ مثلا الريهرسلز حق الفنانين تاخذ الباك ستيج تاخذ التحضيرات مثلا شغل على الملابس الشغل على مش عارف الرقص هذا زي سيرك دو سوليه زي الايفنتات اللي تحتاج ريهرسل. فعليك الحساب فيطلع 6 إلى 10. يعني فريق التغطية يغطي كل شيء من استعدادات خلف الكواليس العروض نفسها تهان بردة فعل الجمهور. لكن في شيء فريق التغطية ما يقدر يغطيه واللي هو فريق التغطية نفسه. موسم الرياض يمكن يكون الحدث الترفيهي الأبرز في تاريخ المملكة العربية السعودية وما في شيء يضاهيه من ناحية الزخم الإعلامي وتسيد الساحة العامة. بالشهرين الماضية شفنا وسمعنا من الكل من الجمهور الخبراء المؤدين بس فريق العمل نفسه اللي يشتغل على الموسم ما نعرف عنهم شيء. هنا يجي دورنا. في هذه الحلقة من أصوات أنا عبد الله بن جلبة. وإذا بنتكلم عن الناس اللي ساهمت في صناعة موسم الرياض لازم نتكلم عن خالد الرشيد. إذا الناس عرفت عن الموسم في أكتوبر خالد كان يعرف عن الموسم قبلها بشهور. بدأنا تخطيط للموسم من أبريل شهر 4 ميلادي وبدأنا فعليا كونستراكشن وبنية تحتية لمنطقة الرياض بوليفارد اللي نديرها من منتصف شهر جولاي من 15 جولاي والحمد لله أنجزناه في 3 أشهر كبنية تحتية وبناء وشغلنا البوليفارد. البوليفارد المنطقة اللي يديرها خالد
يمكن تكون أهم منطقة في الموسم كامل، مو بس بسبب حجمها الضخم أو العلامات التجارية العالمية الموجودة فيها، ولا لأنها قبل كم شهر كانت أرض خالية ما فيها أي شيء. لا لا، البوليفارد تعتبر المنطقة الأهم لأنها بدأت من فكرة تعبر عن الحجم الخيالي للموسم ككل. الحمد لله البوليفارد، بس عشان تكون في الصورة، ما كان موجود فكرته أساسا. الفكرة جت من معالي المستشار تركي آل الشيخ، كان يقول ما عندنا كورنيش في الرياض، نبغى نخلق كورنيش في الرياض. كان مختلف التصميم تماما، ما كان في شيء اسمه نافورة أصلا. بعدين جت فكرة النافورة، والحمد لله ربي وفقنا يعني بالنافورة هذه، اللي في وضع طبيعي لو تطلب نافورة زي كذا عشان تتصنع لك تاخذ مينيموم 3-4 أشهر تصنيع، ما بالك على ما تجيك السعودية وتتركها ويعمل لها اختبارات. النافورة كان في أحد طالبها وكنسل الأوردر، ورحنا أخذناها إحنا بأقل من قيمتها. أخذنا 4 أيام كاملة عشان نعبي النافورة موية. صحيح، هذه 4 أيام عبينا فيها النافورة موية. الطاقة الاستيعابية للموية النافورة، موية النافورة حوالي 27 مسبح ضخمة جدا. بس البوليفارد ما هو المنطقة الوحيدة اللي بدأت من الصفر. المنطقتين اللي موجودة خارج الرياض، سفاري وصحارة، ثنتينهم بدأوا من الصفر. فالمنطقتين هذه انبنت فيها الأسوار الخاصة بالحيوانات، بيوت الرعب، مسارح، وطعوس، عرس البرية مو البشرية. السفاري عندها هدف أساسي مثل ما يشهد المرشد نايف المفتاح. طبعا احنا نسعى إلى أن أول شيء الأطفال هم يكونوا سعيدين، ثم الكبار. والصحارة ثمامة في الجهة الثانية، حطينا كل الفئات، ما في شيء، في شيء للأطفال، في شيء حتى في منطقة زي كيندر جاردن، ممكن تجيب أي حضانة تخلي الأطفال تروح تلعب تغير جو شوية وبعدين ترجع تأخذهم، حياة حلوة. هذا عبد الرحمن المنع، مدير تسويق الفعاليات في هيئة الترفيه. عبد الرحمن كان موجود في منطقة صحارى من بداية بناء. شوف، زون صحارى كان من أكثر الزونات تقريبا اللي كان فيها تحدي، لأنه الشغل ابتدى الفعلي تقريبا من شهر ونص، ومو 24 ساعة، لو في 26 ساعة كان اشتغل 26 ساعة. فهذا كان من أكثر الزونات اللي كان فيها تحدي. السيارات اللي تركبت هنا، في سيارات كانت مفككة اللي هي نفس السيارات اللي هي حقت البقيز هذه، فعساس لضيق الوقت جبناها هنا، وبعدين صارت تتفكك هنا في 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 المنطقة وتتركب. ويعني تخيل كم فوق 100 سيارة، الأشياء اللي السيارات البرية هذه، في سيارتين 1000 حصان تقريبا. تخيل أنت عندك ماكينة 1000 حصان على سيارة ما فيها غير يمكن 4 مقاعد وحديد، هذه جات متأخر، طلبها يأخذ 6 شهور لو أنت تطلبها، فلما بدأ الزونة عندك شهر ونص. فيعني كان في بحث مو طبيعي انه الا تيجي السيارات هذه تتجاب، ناهيك عن بناء شيء في ارض كانت ما فيها محميه، ارض يعني بك وتبني هذا الصرح اللي هو للزون. طب العلم هذا الزون اكبر من البوليفارد. فتخيل. المثير للاهتمام في عبد الرحمن هو انه بالرغم من تخصص التسويق، الا انه طوال حياته كان شغوف بالفعاليات، واخيرا جاته الفرصة أن يشتغل في هالمجال اللي يحبه. مسألة تحويل الشغف إلى وظيفة موجودة كثير في موسم الرياض. التدخين والسجائر الإلكترونية غير مسموح. لو زرت لونا سينما، فهذا أول صوت راح تسمعه قبل الفيلم. في حال كان هذا الصوت مألوف بالنسبة لك، هو لأن صاحبته هي خيرية أبو لبن. في بداية 2012، لما كان اليوتيوب السعودي يعيش أفضل لحظاته، أيام لا يكثر وشلي والبرامج هذه، نزل مسلسل جديد بعنوان تك. المسلسل كان ظاهرة في وقتها، كل حلقاته مشاهداتها بالملايين. وبعد تأخر الموسم الثاني، سؤال متى تكي صار من الأشياء اللي لازم تواجهها في السوشيال ميديا. أما قصة المسلسل فوصفه من الحلقة الأولى، كان قصة شاب يحلم بأن يصبح مخرج سينمائي في بلد لا يوجد بها سينما. تخيلوا اليوم وبعد 7 سنوات بطلة هالمسلسل
تدير مشروع لونا سينما في موسم الرياض. اي شيء يخص لونا سينما في موسم الرياض انا المسؤوله عنه. خيريه ابو لبن. الله يستر. الممثله خيريه ابو لبن ما عمرها تخيلت انها تدير السينما في الرياض، يمكن لانه ما عمرها تخيلت انها تحضر سينما في الرياض اصلا. المسافه بيننا وبين تكي ما هي بعيد. قبل كم سنه بس كانت فكره السينما في السعوديه زي الحلم، واليوم شاشات العرض جالسه تنتشر في كل مدن المملكه حتى تقابل طلب الجمهور العاشق لهالفن. امس تقريبا قفلنا فيلم ماليفيسنت قفل الان 650 تذاكر. اي لا شيء مو صحيح. الناس هنا عندنا مره تحب الافلام، مره تحب الافلام ومره تحب السينما. يعني اتذكر قبل ما يقيس راسي يقول لي حتى قبل ما ينزل قرار انه مسموع عندنا السينما كنا اول باول على تورنت يتفرج الافلام اول باول. يعني حتى ممكن تكون مو يعني مو اتش دي، حتى لو تصوير سينما تصوير كاميرا كنا نتفرج عليه نصبر عليه نتفرج. فما بالك لما يجينا الافلام اول باول تنعرض عندنا. يعني ما شاء الله تقريبا السينمات اللي برا كلها سولد اوت. لكن الانتقال من الشغف بالافلام لاداره عرضها ما هو بالامر الهين. اضطرت خيريه انها تتعلم كثير حتى تدخل هالعالم الجديد. فصرت الحين عندي خبره اكثر لما اجي احضر سينما في اي مكان في العالم. شلون بيتم النظام، كيف بيتم شراء التذاكر، كيف بيكون الكيو. ففي تفاصيل يعني مثلا انا كنت افكر واتوقع انه كل احد كان يفكر نفس الشيء. كنت افكر انه والله الشركه او الجهه المشغله للفيلم يجيهم يو اس بي ويشغلوا الفيلم ويعملوا بلاي وباوز وستوب وكذا. طلع انه الموضوع معقد اكثر من كذا بكثير. الافلام الجديده اللي بتكون 2019 عندنا احنا لازم نعرف نسوي الجدول، لازم نعرف الفيلم هذا كم احنا بنعرض الساعه كم. فمثلا عندنا فيلم بينعرض 7:30 خلينا نقول، فلازم الشركة لونا سينما يتواصلوا مع الاستوديوهات ويقولوا احنا نبغى الفيلم الفلاني ضمن موسم الرياض الساعه 7:30. فالشركه الاستوديوهات ايش تسوي؟ يعطونا زي الكود، هو سيرفر يعطونا زي الكود. هذا الكود فعال في الفيلم من 7:30 الين خلينا نقول 12:30. نشغل فيلم خلال هذه الساعة، جات الساعة 12:30 جينا نشغل الكود ما يشتغل. فهمت؟ يعني مو يعني خاص هو من نفس الاستوديو يعطونا كود نشغله خلال هذا الوقت ويعرض الفيلم. اتجاوزنا هذا الوقت ما في فيلم. فلازم بالضبط نعرف كل فيلم لازم الساعة كم راح ينعرض، لأنه من نفس الاستوديوهات افتحوا لنا السيرفر حقهم اللي فيه هذا الفيلم ونعرضه. فحرفيا كل فيلم بينعرض في كل سينما في العالم الاستديوهات هي اللي بتعرضه من عندهم. يعني اوريدي عارفين هذا السينما بتعرض الساعه كم عشان كان نحط هذا الفيلم. مهمه الاداره هنا معقده جدا، مو بس الامور التقنيه فقط، فيه ألف شغله وشغله لازم تخلص في اي مشروع بهالهجم. وخيريه مسؤوله في المقام الاول عن كل هالشغلات. اتواصل مع الاونر، ارتب متى يجوا، ارتب حجوزات السفر، السكن، التواريخ المتحركة من تقعد لين كم لينك من كم لكم، كم كرسي لكل سكرين، كيف بيكون الديكور بشكل عام، الاكسبيرينس حقت اللي جاي يدخل السينما من البداية، من أول ما يعمل اسكان للتذكرة لأول ما يوقف في الكيو حق الأكل، فين تكون منطقة دورات المياه، كيف تكون المقاعد، هل راح تكون المقاعد مرقمة أو لا، كم هل حيكون عندنا كاتيجوريز، يعني هل حيكون عندنا VIP وستاندر ولا كله نفس الشيء، إيش الأفلام اللي نبغاها تعرض، كيف الاسكجول حيكون، أوقات الأفلام ما تتعارض مع أوقات الصلاة، أشياء يعني مرة. وهذا كله بالإيميلات، التصاريح حقت الأفلام عشان نقدر نعرض. يعني لازم في لكل فيلم عشان يدخل مثلا السعودية في موزعين خاص، هيئة الإعلام المرئي والمسموع تتعامل معاهم موزعين خاصين لهذه الأفلام، فكان لازم نتواصل مع كل موزع لكل الأفلام اللي عندنا جاية. هذا كان لحالة هدك مو طبيعي. فالحمد لله جانا، بدل ما نجيب يعني بدل ما نتواصل مع كل موزع لكل فيلم جانا الحمد لله استثناء من معالي بأنه لونا سينما خلال فترة موسم الرياض تكون هي الموزع للأفلام الجديدة اللي ما لها موزعين في المملكة. أي صداع جدا. يعني أنا الحين بخلص من هنا من وينتر وندرلاند بروح الملز بشوف وش صار عليهم. لازم بعد آخر اليوم بروح بوليفار، لأنه أنا بوليفار عندي هو آخر سكرينينج. يعني بيبدأ الفيلم 11:30 وبينتهي على تقريبا 1:30 أو على 2، فبروح أشيك وش صار على آخر اليوم. فأروح على كل زون على كل شاشة
واشيك ايش صار اليوم وايش ما صار، يعني اخذ تقرير كامل من السوبرفايزر بالمشاكل اللي صارت بالاشياء الكويسه بالملاحظات بكل هذه كل هذه التفاصيل. يعني هذا بشكل عام، يعني مثلا انا صحيت اليوم كانت عندي هنا كم مشكله تقنيه، مشكله طوارئ، فلازم اجي وينتر وندرلاند اول شيء احلها واروح، يعني على حسب اول ما اصحى من النوم، يعني اذا قدرت انام اول ما اصحى ايش الشكاوي، فين عندي شكاوي اكثر شيء. اذا شكاوي مثلا عندي في وينتر وندرلاند اكثر، اروح وينتر وندرلاند اشوف ايش السالفه وزي كذا. يعني كل يوم ما عندي مكان ثابت، ما عندي روتيشن ثابت، بوليفار اول، وينترلاند اول، لا بالاولويه اللي احتاجها اللي طالع فيه مشاكل. الاشياء اللي تشغل بالخيريه اكثر واكثر فيها مساله الناس اللي تنط من فوق السور عشان يشوفون الفيلم بالمجان، والاطفال اللي يحركون الكراسي وهم داخلين وطالعين، لكن ما في مهمه اكثر اشغالا للبال من مهمة التواصل مع الجمهور. أتكلم مع البعض أي والله، يعني يكونوا جدا مبسوطين، وفي ساعات ما يمديني إن أنا أتكلم معهم، فأفتح تويتر أشوف الفيدباك في تويتر. كيف كانوا يتواصلون مع لونا السينما على حساب رياض سيزن؟ كيف يتواصلون مع إيش؟ لونا السينما لما يبون يشتكون أو رياض سيزن غالبا نفس تويتر، حسابهم في تويتر، حساب رياض سيزن في تويتر، وحساب تيكت أم إكس، حساب موسم الرياض في تويتر، الحساب اللي يعلن عن كل الفعاليات، الحساب اللي يتلقى كل المدح وكل الشكاوي. بعد فجأة الساعة 4 الفجر الفنان الفلاني قال أنا موعد اللي حدد توري ما يناسبني، بجي قبلها بيومين. وش بنسوي كذا؟ بنصير حنا آخر من يعلن؟ طبيعي لازم حنا أول من يعلن. هذا محمد النبل، أحد الأشخاص العاملين على حساب موسم الرياض. محمد يتكلم عن الضغط اللي صاحب العمل على مشروع بهالحجم. احنا مجموعه كوبرايترز، حلو، او مجموعه كتاب محتوى في الفريق، يعني مو بس فمطلوب من كل واحد مننا انه يكتب اقل شيء 40 تغريده باليوم. وترى الموضوع طبيعي لما بدينا الموسم orang pada keluar ini نهبلنا مره من نشيد منه ضخم، يعني حنا اشتغلنا على مشاريع كبيرة، حلو، يعني مو بأول مرة نشتغل على مشروع كبير. فأوكي موسم الرياض ندري إنه ضخم، هذا قبل ما نبدأ شغل، حلو، قبل ما نعرف وش موسم الرياض، قبل ما نشوف تفاصيل. أوكي ندري إنه ضخم، ندري إنه شيء كبير مرة، بس نقدر نهندل، يعني نقدر نشتغل فيه عادي والأمور طبيعية. كانوا مدراء يقولوا لي محمد ودع أهلك، تراك ما أنت بشايفهم، تراك ما أنت بشايف أخوياك، تراك تعلق بالشغل وبتصير مره مشغول. فما كان مصدقهم، يعني انا كان اشتغلنا مشاريع كبيره وعادي الحياه ماشيه. يوم دخلنا هناك وتذكر اول اجتماع صار، كان كذا اجتماع كل الفريق حق الموسم، مو بس حنا، حق السوشيال ميديا، حقين التواصل كلهم. كان اجتماع تعريفي بالفعاليات المؤكدة ذاك الوقت قبل ما يبدأ الموسم شهر أو شهر شوي، أنا فعاليات مؤكدة وقتها ويشرحونها لنا. الميتنج قاعد حوالي ساعتين أو ساعتين ونص، خلاص، واللي قاعد يقدم برزنتيشن يوم خلص الجزئية الأولى قاعد يضحك، قال تونا ترى هذا المنطقة الأولى بس باقي قدامنا 11 منطقة غيرها. فأنا بديت أنهى، الموضوع صار صدقي، الموضوع صار وين وش ذا. فطلع فعلا مشروع ضخم مرة، تحاول تكتشف كل يوم فعاليات اللي بتصير بالمستقبل، وتكتشف انها اكثر من اللي كنت تتوقع، يعني كل مرة تحط رقم يطلع اكثر. فما كنا نكذب يوم، او ما نكذب ابدا اذا ردينا على الناس ونقول انه، او اذا قلنا للناس الموسم اكبر مما تتخيل. احنا قاعدين نشوف الـ 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 الفعاليات موجوده عند القوائم والملفات، قاعدين ننصدم من كثرتها، هذه الضخامه وهذه الكثره وعدد الاشخاص العظيم جدا، طبيعي تنعكس على ساعات العمل واسلوب الحياه. الشغل المتواصل لو تجمع بيكون حول 12 ساعه تقريبا، لكن أوقات اللي يكون فيها أنا متصل سواء في الموقع، في المركز، في مقر الموسم، أو أني يكون موجود في بيتنا بس فاتح الجوال واللابتوب وكل شيء، تقريبا 16 ساعة إلى 18 ساعة باليوم.
نكون جاهز، بس وقت شغلي لو تجمع تشل الفراغ الأربع ساعات تقريبا زيادة ولا الست ساعات زيادة، وقت شغلي 12 ساعة في كذا ست ساعات انتظر ما أدري شو يصير اللي يجي والله اللي يجي. أنا قلت لك قبل ما أدخل إني قاعد أسرق أي دقيقة نوم. الأيام اللي أقدر أنام فيها 12 ساعة أنام فيها 12 ساعة، والأيام اللي أقدر فيها أنام اللي أقدر أنام فيها 4 ساعات بس أنام 4 ساعات اللي يجي. أسلوب الحياة المرهق هذا ينطبق على كل فريق العمل. نحف 12 كيلو يعني بسبة الموسم يعني. لكن كل هالتعب يزول لما تشوف نتيجة شغلك في عيون الجمهور وتسمعه في أصوات. هو متعب جسديا لكن نفسيا لا، يعني احنا قاعدين نتغذى على ابتسامة الناس فعليا، وهذا اللي يعطيك دافع ويعطيك حافز انه لا استمر. عشان نكون صريحين مع بعض، الله اول مرة نشوف شيء زي كذا من ايام يعني موسم الدرعية، مو موسم الدرعية وش اسمه، حفل الدرعية حق الفورمولا 1، ومن يوم الوطني والله استأنسنا صراحة اليوم، كان يوم جميل. إحنا في جمعية الإعاقة الحركية الكبار، حصل اليوم قصة مع أحد معاقين أثرت فيك يعني تتذكرها حب إنك تقولها؟ والله حصلت نعم، عجوز كبيرة في السن لاقيها قالت عندي لها طالعين وأنا ما غير هتاكي أنا وشغالة، قلت بطلع معكم، تقول استأنست ما غير لاقيها في الشارع يعني، حتى نزلوها ما دخلوا السيارة فحملناها معنا وجبناها وقربناها يعني، استأنست وقامت تدعي لنا. مدينة كاملة في وقت وجيز جدا، شهرين مدينة ومطاعم وكافيهات، مدينة هي كاملة نافورة ممكن بتصير يعني أكبر نافورة في العالم، شغل جبار عظيم. الشعب متعطش يعني، البوابات سكرت والناس برا، فمعناته الناس تبغى شيء زي كذا، فشكرا أعلى واحد وشكرا أقل واحد ما فيهم قليل، لكن الله يجزاهم خير ويوفقهم. مبسوطين الناس كلها كانت مبسوطة، التنظيم والشغل الأشياء الجديدة اللي كنا محتاجينها، فالحمد لله الحمد لله، شغل جبار والله، شغل عظيم صدق. واحدة منهم قالت أنا ودي أحضر السيرك، قلنا أوكي حلو، هي كانت مريضة سرطان، فقلنا ما شاء الله ممتاز يعني، نحاول إن شاء الله ولا يهمك نشوف كيف تحضرين السيرك. وكانت تحب شخصية صراحة في السوشيال ميديا ثنيان خالد، اي قلنا خلاص، فرتبنا لها يوم، جهزنا لها التذاكر ورتبنا مع ثنيان يوم بالسر، انه قلنا لها تعالي استلمي تعالين نبغاك يوم جمعة، حتى ما قلنا لها على التذاكر. وثنيان كان لابس الماسك ومتخفي ورا، فكان كنا نصورها ايش انطباعك على الموسم، ايش عجبك في الموسم، وش ودك تحضرين، ليش تتابعين ثنيان خالد تحبينه. ففجأة طلع لها مفاجأة وأعطاها التذاكر، فكانت مبسوطة لدرجة ما عرفت تعبر. هذا وش هذا؟ يعني وش؟ برنامج صوتي. هذه الحلقة من بودكاست أصوات، من إنتاجي أنا عبد الله بن جلبة، مازن العتيبي، محمد نادي، حررها صالح باسلامة ومحمد الحسن، وأشرف على إنتاجها أسيل با عبد الله والوليد العيسى. يعني لقيت باغوس mungkin dia lari 200 deh. Oh. 180 gitu. Iya. Tapi itu mobil enteng gitu kan. Iya. يا هلا والله، بدا موسمنا، لكن هالمرة الموسم بيكون غير. تخيل أكثر أنك الآن تسمع وتشوف موسم الرياض من أي مكان، بنغطي لكم 14 زون وأكثر من 7500 يوم فعالية، بيكون عندنا لقاءات حصرية ما خلف الكواليس، وأيضا بيكون عندنا مئات التذاكر المجانية لكم مستمعينا. معي أنا فهد البراك وهذا بودكاست موسم الرياض. شفتوا جمال الألعاب النارية اللي صارت في المسيرة والأجواء الاحتفالية في ذيك الليلة الكبيرة؟ تراها مستمرة كل خميس على الساعة 9 يكون عندنا عروض ألعاب نارية تنطلق من أبراج الرياض مثل المملكة والفيصلية وبرج مجدول وغيرهم وبعض الزونات الترفيهية، تستمر معنا حتى نهاية 2021. كل اللي عليكم أنكم تنبسطون وتبدون كل ويكند على هالأجواء. تعالوا بدري وضبطوا أماكن تصورون فيها لقطات على سناب وتيك توك، وخلوا العالم يشوفون جمال مدينة الرياض. yang saya penasaran tuh gua itu
1 يوليو 2021 نحط حجر الأساس لبوليفارد رياض سيتي اللي هي اليوم واحدة من أكبر وأهم الوجهات الترفيهية للشرق الأوسط. تخيلين الأربع شهور بس كانت كافية أنها تحول قطعة أرض فاضية إلى هالتحفة المعمارية. تعالوا نتمشى شوي. البوليفارد كبر 3 أضعاف عن أول نسخة له سنة 2019. مساحته الآن توصل 900,000 متر مربع مع مواقف سيارات تقدر تستوعب 10,000 سيارة. صار فيه 9 زونات فرعية تقدر تقول عنها مناطق ترفيهية متكاملة داخل البوليفارد نفسه. هذا سكوير شيء مستوحى من أهم ميادين العالم بحيويته وبتصميمه وشاشاته العملاقة اللي ارتفاعها أكثر من 30 متر وبفخامة عروضه وإعلاناته العالمية. وهنا زون الجاردن، لو أنت من عشاق الجلسات المفتوحة وأنك تتكي بالأوتدور مع هذا الخضار وتتذوق ألذ الأطباق المحلية والعالمية، هنا مكانك على إيقاعات النافورة الراقصة. تدري أن أكثر من 30 تجربة بانتظارك هنا عشان تعيشها طول أيام الموسم؟ الخيارات كثيرة، يمديك تلف وتتسوق من أكثر من 100 متجر، وبكل منطقة مطاعم ومقاهي وجلسات على ذوق كل أحد وكل زائر، غير الألعاب المتنوعة والمغامرات في ثلوج الأفالانش ومنطقة سبورت الرياضية. شاشات السينما في بوليفارد رياض سيتي طاقتها الاستيعابية رهيبة، تقدر تحتضن 1500 شخص على 25 صالة عرض فخمة. اللي يجمعهم هو التجربة اللي راح تطلع فيها ومشاهدة الأفلام الجديدة. كمل؟ أكيد أنه بنكمل. أنا مستمتع جدا بهالمكان. وينكم يا الرايقين اللي تحبون الموسيقى والفنون؟ المسارح بوليفارد رياض سيتي على مد النظر، من مسرح محمد عبدو أرينا اللي ودع محمد رمضان ليلة الافتتاح في حفل غنائي كبير، إلى مسرح السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. وهنا بليالي العراق، وما أقدر أتعدى مطعم ومتحف درب الزرق منطقة الموسيقى. بتشوفون فيه مقتنيات شخصية للأسطورة والفنان الكويتي حسين عبد الرضا الله يرحمه. تنعرض الأول مرة مثل سيارة المرسيدس، وبتسمعون سالفتها وغيرها من ذكريات المرحوم. تشوفون هالرسمة الكبيرة وغيرها كثير من الرسومات، كيف أنها تعطي الزائر والقاصد بالبوليفارد روح وشعور الفني وين ما تلتفت. هذه الأعمال اللي نشوفها في البوليفارد في مختلف الزونات، خصوصا هنا في زون ميوزك، هي من إبداعات الفنانة السعودية نورة بن سعدان، وهي نفسها اللي رسمت لنا الرسمة الشهيرة في موسم الرياض الأول لو تتذكرونها، اللي قدام النافورة الراقصة وكان مكتوب فيها شطر من أغاني محمد عبده قلبي تولع بالرياض. نورة كفنانة عندها قصص فيها ألوان كثيرة. من بداية مرحلة طفولتها ما كانت مستمتعة، وكانت دائما تبحث عن شيء ما تعرف إيش هو. حتى الرسم اللي كانت ترسمه قليل اللي كان يفهمونه، واستمر الغموض في حياة نورة حتى في اختيار المجال. جربت تخصصات ومجالات كثير مثل الرسم والتدريس والتسويق، إلى ما حصلت الشغف والحب اللي تدور عليه وهو فن الجرافيتي أو رسم الجداريات. تعلمت نورة كيف تطلع الرافعة بمسافات طويلة وعريضة بس عشان تسعد وتعطي الجمال اللي تملكه للأماكن اللي ترسم فيها، لأنها أيقنت أن إحساسها قاعد يوصل بالتعبير اللي تسويه من خلال ريش وبخاخات الألوان اللي تملكها. وفي مقابلة لها عام 2020 تحديداً قبل كورونا، قالت لكل شغف يكون له ضريبة، كوني أطلع رافعة وأسوقها والرافعة أصلاً خطرة، بعدين لازم تجرب كل الأزرار غير موضوع الهواء والشمس وحرارة الجو. ولأن بودكاست موسم الرياض يحب يحطكم بالحدث، قابلنا نورة وسألناها عن فكرة الرسمات اللي شاركتها هالموسم من حيث الفكرة والألوان والشخصيات اللي نشوفها. اختيارنا للتصاميم بناء على الزون الموجودة أو المواقع الموجودة في البوليفارد، كل موقع له ثيم أو طابع معين. يعني مثلا في زون ميوزك زون، الطابع العام هو شيء له علاقة بالموسيقى سواء المغنيين أو الثيم كامل، وبناء عليه طبعا كمان في مطاعم معينه باسماء محدده للفنانين. حاولنا انه التصاميم تكون بناء على المطاعم الموجوده ومربوطه كمان بالزون. ايضا في عندنا كمان بوليفارد ستوديو او سبورت زون، كلها هذه المواقع لها ثيمات معينه واخترنا بناء عليها. فشفنا ايش الاشياء الترند، شفنا الاشياء اللي يمكن تكون مشهوره وممكن تكون كمان يعني اعاده خلينا نقول تذكير للناس. يعني في بعض المغنيين اللي رحلوا، فحلو ان الواحد يعني يذكرهم.
ولأن الفنون اليوم بمختلف أشكالها سواء كانت رسمة، صورة أو حتى الكتابة يمثلون دور مهم في مساعدة الناس بإيجاد المعنى والتنفيس والتعبير عن ما بداخلهم بطريقة بسيطة وبنفس الوقت تعبر عن شعورهم. شوف الناس تحب الفن، الفن هو الجمال. لما تشوف الناس يعني لما تلاقي الفن الجداريات في كل مكان بتلاقي الناس تلفت نظرها أكثر شيء، لأنه هما قبل ما يدخلون أصلاً المكان كله يعني البوليفارد كله يعني أنا بالنسبة لي أشوف إنه تحفة فنية، فما بالك لما يضاف له أعمال فنية سعودية متنوعة. يعني في أكثر من فنان شارك، كل فنان له أسلوبه وستايله والتنوع مطلوب يعني. فالحمد لله أنا أشوف ردود فعل الناس تصوير، يعني مجرد إنك تكتب بوليفارد رياض سيتي بتلاقي صور أغلبهم يصورون الجداريات، هذا دليل على أنه الجداريات لها تفاعلها قوي جداً وأثر كبير. أنا أشوف أنه هذا دور الفنان أنه يعكس الإبداع. إحنا نبغى نقول للناس أنه ترى في مبدعين سعوديين على مستويات عالمية قادرين أنهم يسوون جداريات بارتفاعات ومساحات ضخمة وفترة وجيزة. أنا أشوف أنه هذا إنجاز، يعني أحياناً أقول أنه معجزة، يعني أنه جدار هذا الحجم أخلصه في 3 أيام سواء أنا أو الجداريات الثانية للشباب، هذا شيء مو عادي. يعني على قد ما تعطي على قد ما تاخذ، كنت اعطي بحب بشغف، والردود الفعل اللي قاعده اشوفها الحين نسيتني كل التعب. فخوره جدا، مبسوطه جدا، سعيده، يعني ما اقدر اوصف شعور لدرجه اني كل يوم ودي اجي اجلس بس عند جدارياتي واشوف الناس كيف تتفاعل معاها.